طاب يومكم. موضوع اليوم قراءة اللغة العربية لصف الرابع الأساسي، الجزء الأول، الدرس 35. موضوع من 1 إلى 10. من 1 إلى 10: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. من 1 إلى 10: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. خلاصة الموضوع: اليوم تعلمنا عدد من 1 إلى 10: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. إلى اللقاء حتى الدرس القادم.